السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة تعلم صناعة لعبة احترافية بمراكب مختلفة باستخدام يونيتي. احنا عشان نعمل لعبة احترافية زي مثلا جي تي اي ونيد فور سبيد والحاجات دي كلها، محتاج تعمل مدينة، ومدينة فيها شوارع وشوارع فيها بيوت. الأسئلة اللي أهم أسئلة اللي نتسأل فيها: إزاي نجيب البيوت دي؟ هل ينفع نجيب مهندس معماري ويصمم لنا مديول ب 3 دي ماكس ويديها لنا؟ ممكن ليه لا، وممكن تجيبها مجانا، وممكن تشتريها بفلوس جاهزة مثلا، وشوارع وميادين والحاجات دي كلها. بس عايز اقول لك حاجة واحدة بس قبل ما تعمل اللعبة، فكر اصلا في الديزاين بتاع مدينة. طب هسأل نفس السؤال: انا منين اجيب فكرة مدينة او ديزاين جاهز احترافي زي الالعاب الموجودة دي؟ مثلا لو تدخل على اليوتيوب، مثلا الموقع بتاعنا اللي اسمه اليوتيوب، هكتب هنا مثلا يونيتي 3 دي ديزاين سيتي ديزاين، فهنا بيقول لك فكرة المدن بتشرح زي أي فيديو اللي أنت بتشوفها وبتحاول تقلدها يعني. وهو بيقول لك على الخطوات، يعني عندك كوبري، جيب كباري دي منين، والبيوت دي كلها منين، مدينة مثلا دي منين. هنشوف مثلا فيديو واحد من دول، ده مثلا شوارع وفيها مدينة، وجيب بيوت وحطها على منين. طب أنت بتشوف الفيديو، مشاهد أي فيديو يعجبك، وبتكتب مكونات المدينة بتاعتك. يعني مثلا أنا كتبت مكونات بالانتباه: محتاج شوارع، محتاج مباني، محتاج حدائق وأشجار، المركبات مثلا محتاج سيارات والحاجات دي كلها، وسفن مركبة، الأحداث مثلا شخصيات داخل لقاء شخصيات داخل مبنى، الأحداث بقى بتحصل قلب لعب، لقاء شخصيات داخل حديقة حيوان، لقاء شخصيات داخل ملاهي. طيب كل موديول دي كلها أجيبها من خلال مين؟ أجيبها من خلال يونتي أو المواقع الموجودة زي دي. الموقع ده مليان موديولز كلها، تختار أي موقع أنت عايزين، اسمه أرشيف، أرشيف 3D.net، وتختار مثلا قسم في احنا فيه، يعني مثلا القسم ده بتاع المودلز فيه حوالي 30 صفحة، كل صفحة فيها العدد ده، دي 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 7 8، 3 × 8 معرفش بكام إلى آخره، فيها حاجات كتير جدا. هتلاقي مكونات أي حاجة من الحاجات دي موجودة فيها. بس خلي بالك، أقول لك حاجة، الديزاين اللي هنا خلي بالك معتمد على الاتش دي، بس المحاضرة بتاعتنا مش بنعمل اتش دي طبعا، عشان يعني لو عايزين اتش دي احنا عاملين كورسات في الاتش دي، ازاي تخلي اللعبه بتاعتك من ده اتش دي عشان تجي لك طبعا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده، يعني ده مش شغاله في اتش دي ار بي. احنا بس هنعمل في الفكره اللي زي مع عربيه، وعربيه تسبح مكوناتها. بس خلي بالكم ان احنا سجلنا محاضرات شبيهه المحاضره دي سابقا، ولكن المحاضره دي هيكون في مختلفه شويه في من ناحيه التصميم ومن ناحيه الديزاين، فيها افكار جديده، فيها حاجات مختلفه عن يعني دروس عملناها قبل كده سابقا. عايز تشوف دي شوف دي، مفيش مشكله. عايز تشوف المحاضرات قبل كده ماشي. انت بعد ما تكون الفكره بتاعتك بتكتب كده، او مثلا مدينه محتاج شوارع، يعني مدينه في شوارع وفي كباري، في شوارع هكتب هنا كمان حدائق، محتاج انا كمان اكتب رقم 4 كباري، كباري 5 انفاق 6 شاطئ بحر مثلا. كل ده هنعمله بس مش النهارده يعني، واحده واحده. خلينا مثلا في الشوارع، هروح مثلا يونيتي، مجرد ما كتبت كده مثلا ستريت وتلاقي الفيديو، تدوس عليه. يعني مثلا الفيديو بتاعك بعد ما تجيبه، اسف، الحاجه بتاعتك لما تعملها مثلا تجيبها، يعني مثلا هكتب هنا ايه، مثلا ستريت، هكتب ستريت او انا عايز شوارع، صح ولا غلط؟ هكتب كده شوارع ستريت، واختار لنا السعر مثلا الارخص من السعر بتاعنا هنا، من ارخص لاعلى، يعني من ارخص لاعلى عشان تاخد الحاجات المجانا. في حاجات اتش دي وفي حاجات مش مدعمه اتش دي، من ارخص الاسعار. وفي الاخر مثلا بتلاقي حاجات كتير جدا موجوده، سواء انت عايز شوارع، يعني مثلا دي شوارع جايب لك مثلا جرع بقول لك في 3 اوت دي بسعر 45 دولار، عايز الشوارع دي ماشي، عايز تاخد حاجات المجانا مثلا في لومد وكراسي، عايز تاخد الديزاين ده ماشي، ده عشان في كباري احنا محتاجينه ماشي، وفي شوارع تانية دي فيها ديزاين الشارع وفي ديزاين الكباري الى اخره. تعالى نسيبها كده لما تحمل عندنا. المهم احنا حملنا واحدة، واحنا نزلنا في اللادر بتاعتنا، يعني عندي الاسد بتاعتي، فولدر في ايمج انا حاطط فيه صورة تكستكشر على أساس على الأرض دي تعتبر نجيلة. مثلا فبتكتب هنا مثلا جريس تكستكشر على أساس تجيب صورة للنجيلة، وأي صورة أنت عايزها مثلا.
وبتحطها وبتحطها في قلب اللاند دي اللي هي عبارة عن بلان، تمام؟ يعني بقى ممكن الكمين بختار حاجة اسمها بلان، وبتعملها بالديزاين الكبير ده. وطبعا عادي مثلا انا محمل شوارع، الشوارع دي انا حطيتها في قلب التولز، والتولز دي حطيت في حاجة اسمها ستريت. تعال بقى شوف ستريت مثلا جريت بيديلك في حاجة اسمها ديمو، مثلا ديمو بيجيلك بالمنظر ده. انا عندي مثلا في الشوارع بتاعتي انا عايز مثلا تجيب لك الديزاين ده، عايز تزود عليه ماشي، عايز تزود عايز تقلل تعمل ماشي، مش عاجبك الديزاين ده عايز تعمل ديزاين على دماغك قلب المدينة. يعني مثلا عايز اعمل ديزاين زي مثلا اي واحدة من الاتنين دولت. شوف الراجل ماشي الخطوات بتاعته عاملها ازاي وقلده مثلا، ويمشي لك من بناء الرصيف من حتة حتة. عايز انت ديزاينات جاهزة ماشي. اهم حاجة في المكونات دي يعني مثلا دلوقتي عندي مثلا ده جزء من الشارع، مثلا ده جزء من الشارع لو عايز ارتب الاجزاء بتاعتي. عندي مثلا ده جزء مثلا من الشارع اخر جاي على شكل كروس مثلا. الحاجات دي مثلا هلاقيها الفولدر بتاعها هنا اهو. يعني دلوقتي حالا اسمه جريد موديل ستريت، دي اجزاء الشارع مختلفة. وعايز تعمل ديزاين زي انت ما عايز، عايز تاخد ديزاين سيمبل زي هم موجودين وتعملها بالرفاب الى اخره. طيب انا عندي دي بالنسبة للشوارع بقى. طب خلينا بقى نشوف البيلدينج. انا عامل حامل بيلدينج عامل بالرفاب لواحدة منها اسيت، بيدي لك طبعا فيها الشوب والمحلات التجارية والحاجات دي في السين بتاعتك. دوس مثلا اكزامبل سين عجبك ده السين، جاب لك شكل المبنى مثلا، مبنى جاهزة فيها محل بحيث الشخص ياخدها، عاملها بالفعل بتستخدمها. مش عاجبك الحاجة دي عايز تخش على اجريس، خش على الموقع اللي قلتلكم عليه اسمه ارشيف 3 دوت نت، حمل اي مبنى انتوا عايزينه. مثلا مثلا عايز المبنى اللي هو ده مثلا، هيبقى حلو اوي المبنى ده شكله حلو، تمام؟ دوس علينا داونلود. داونلود مثلا على حسب بقى الديزاين، انت عايز تعمل مدينة حديثة زي الجي تي اي ولا لأ. انت بتشوف بتشوف مثلا اللعبة اللي انت عايزها. يعني مثلا عايز اعمل حاجة زي دي، تعال نشوف الفيديو ده وناخد فكرة بس عن الديزاينات الموجودة سابقا. وقفها، وقف الفيديو. خلينا نشوف بس شكل الفكرة، يعني خلينا نوصل هنا. خلينا ناخد آخر فيديو مثلا، ناخد بس شكل الصورة بتاعته مبدئيا. بس أنا بيعلمك من البداية بقى، مهمنيش نتعلم من البداية، احنا الفيديو ده احنا بنتعلم. بس خلينا نشوف ناخد بس نكون الفكرة بتاعتنا. شايف عمالك ايه؟ شارع في بيوت وحديثة وبتعمل ديزاين وعواميد نور وماشي من الموضوع. يعني مش حاجة يعني اللي هي يعني، وبحسب نوع بيوت، في بيوت قديمة، في بيوت ريفي، الحاجات دي الأخيرة. طيب أنا هنا طبعا ده هتحمل أهو المنزل اللي هو اتحمل. تعالى هنا بيلدينج، هعمل فولدر تاني هسميه أصلا رقم اتنين. فولدر هسميه رقم اتنين على أساس نحط فيه المبنى جاي جديد نعمله. اخدها كده قط مثلا فولدر هنا فيه، افك الاكستراكت بتاعها، اخد الملف اسمه 3DS. على فكرة هو بيقبل دوت 3DS او FBX او موديل، احطها هنا كده. عايزين بقى نعمل ديزاين مثلا روعة حلو. وبعد كده نحرك المركبات دي، هي حملت الموديل بس ممكن تكبرها كده، خلي مثلا 33 33 33، شايف؟ وكبرها مثلا ده بس مبنى من ضمن المباني. في حاجات بيبقى شكلها حلو وفي حاجات شكلها متبقاش وحشة على حسب بقى انت، يعني مش كله يعني. ده مبنى، شايفين مبنى؟ اهو
ده مبنى مثلا تجاري، منظر يعني من ضمن المناظر. خلينا نرجع السين بتاعتنا الاوليه، كذلك او ممكن تحمل تريز، تحمل الحاجات دي كلها. هرجع تاني السين بتاعتي دي، انا هنقف في السين بتاعتي، انا عايز اكون، انا جبت قلت لكم الشوارع ازاي، جبت البيوت، عايز ابدا ارص البيوت اللي فيها، عايز اعمل مثلا الشكل على الاقل المنظر ده. يعني دلوقتي خلينا في الرصيف الاولاني، هتعملها ازاي مثلا؟ يعني وليكن هو ده المنظر، الرصيف الاولاني مثلا وليكن هو ده. خلينا في بيلدينج، خلي بالكم في حاجه، بيلدينج ده لما اجي انا حطيتها في قلب كيوب وشلت منها مش عشان يتفاعل مع تأثير فيزيائي، يعني مثلا يجي شخص ما يقدرش يخشش جواها كده، او عربية تتصدم فيها، او تأثير فيزيائي على حسب لو هتضرب فيها بمدفع او اي حاجة، مثلا تأثير النار، انفجار، الحاجات دي كلها. خلينا نمشي مثلا، عايزين نعمل الشكل المنظر ده. هنا بيقول لك في مثلا بيت، في شارع، ادي الشارع اهو موجود، نقف، خد بالك فين الرصيف، الرصيف هنا فين بقى، عايزين حتة بقى فيها رصيف مثلا زي الحتة دي كده مثلا. خلينا ناخد البيت ده ونحطه هنا كده، دي بقى الحتة اللي فيها أهم حاجة في القصة دي، أهم حاجة بقى الشكل بتاع ال العربيات، أهم حاجة هنا جاب لك بالمنظر ده كده. وحط واحدة هنا كمان مثلا، يعني الموضوع مش صعب جدا، هتلاقي النور مش شغال. ممكن تحط هنا إضاءة، تعمل كليك يمين مثلا لايت سبوت أو بوينت، خد مثلا بوينت، لا خليها سبوت، خليها بوينت مثلا، خليها 100، نور ازاي، زود عليها شوية كده، يعني هي تحس ايه فائت شوية. يعني اخد نفس الاتنين دولت اعملهم دبل كيت واحطهم ناحية تانية هنا كده، اخليهم دولت مثلا زيرو، او واحدة بس زيرو، ونعمل الشكل بتاعها ده كده. يعني موضوع مش صعب جدا، فانا مش المحاضرة دي مش هتطول معاكم كتير، يعني مثلا اهو المحاضرة تانية اهو، انت بتعملش حاجة صعبة، يعني ده موضوع اسهل فوق ما تتخيل. يعني مثلا اهو عايز تزود بقى الى اخره ناحية الحاجات التانية، عايز تعمل مثلا بيت تاني مثلا اهو، تعمل واحدة تانية كمان بالشكل ده عشان يبقى واخد الكروس بتاع الشارع. انت عايز بقى تعمل لعبة زي بتاعة GTA مثلا، الناس اهو خليها دبل كليك عشان توصل للمكان ده بسرعة، دي مثلا ارجعها ورا شوية، هيجيلك بالشكل وبمنظر ده. اعمل دبل كليك مثلا اهو كده، لما تيجي تحس الشخصية ماشية من هنا هتحس لحد ما مقربة للحقيقية شوية. مثلا هتعايز دي عندك دي ودي، اعملها دبل كليك، ها عندك مثلا دي مثلا في رصيف مثلا ودي مفيهاش رصيف، شوف حتة مثلا فيها رصيف، يعني مثلا دي فيها رصيف. ما انت بقى هو بيديلك مجرد سيميل، يعني ممكن ابدل دي مكان دي وتشيله وتحط. الموضوع بقى مبقاش عندك اي مشكلة. خلينا في ديزاين مثلا بتاع اول حاجة المنظر بتاعنا، يعني محتاج انا ايه تاني في الشكل ده كده. يعني دلوقتي احنا هو مش شبهها بالظبط، محتاج عمود نور مثلا، عمود نور، عمود نور مثلا، حمل هنا واللايت، بس دور كده اكتب لايت ال اي او اتش دي، ممكن تفتش في
وعلى فكرة هو 100 دور كمان موجودة في ال في موجودة في بعض البريفابس التانية الأخرى. انت عشان كتابة بالعربي هكتب كده مثلا لايت ال اي او اتش دي. مثلا جيب من ارخص الاعلى وهجيب كباري وعربيات تطلع في كباري. عايزين نعمل منظر زي بتاع جي تي ايه. بس اهم حاجه انا عايز اقول لك عليه بيتكون فكره اننا ازاي من اي فيديوهات بتشوفها. تمام، دور عليها او ممكن اديها اي مثلا اللومد اللي في الشوارع دي مثلا ستريت لايت فري. انت بقى روعة فكرة، انت بتعمل ديزاين اللعبة بتاعتك. تمام، ولسه ما فيش حاجة يعني، لسه في حاجات تانية اكتر من كده، لسه بقى هنشوف مفاجآت تانية بقى. هندوس عليها عشان النت عندنا، الانترنت عندنا ضعيف شوية لحد ما. طيب يبقى كده محتاج ايه تاني؟ محتاج احط شخصية. اعملها داونلود، مش حجمها مش كبير، صغير. امبورت ستيت لايت امبورت. مش هتاخد وقت كتير، خلاص يعني كده خلاص اتعملت. اروح هنا مثلا هو جاب لك ان اف بي اي ستريت لايت مثلا، او جاب لك مودلز عند المودلز الشكل الاولاني، او مثلا يعني جاب لك حتى كمان منظر من بين المناظر الروعه. وانت ممكن تقطع منها زي انت ما عايز، يعني مش ضروري تاخدها كلها، يعني على حسب انت ما عايز. يعني انتوا شايفين حتى يعني الراجل اللي كتر خيره اللي عامل لك الحاجة دي، جاب لك كذا كذا نوع مع بعض عايز تستخدمها كلها، ماشي مفيش مشكلة. عايز تستخدم معظمها مفيش مشكلة برضو. لو هتلاقي مثلا في بعض الأوبجكتس اللي فيها مش قوي، يعني انت ممكن روح عند المجال الصورة بتاعتها. ترين 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 هو اصلا دي ايه؟ كبيرة اللوجيكال شيدرز، ممكن تقلل من الحاجات دي. دي كلها عبارة عن قطعة واحدة بس، في ممكن تعمل اكتر. ماشي يعني لحد ما اشوف مقربة، وفي انواع تانية ممكن، انواع ممكن تستعين طبعا بالانواع التانية. يعني مثلا ارجع هنا، طبعا مش زيها. لو انت عايز تشوف فيديو تاني غير ده مثلا، دي مثلا دي حديث قوي، ما تعتمد موديلات، تعتمد مثلا انت يطلب منك تجيب مثلا موديلات دعم اتش دي، في اتش دي بفلوس وفي ببلاش الى اخره. طب احنا ايه، شوف اعمل لك انت ديزاين بالمنظر عامل ازاي. يبقى في مباني كتيره جدا بقى، وفي شوارع وفي مدينه، وجاب لك كل قطعه في قلب المدينة بتاعتك فيها ايه. يعني وعلى فكرة ممكن يقول لك الحاجة دي ممكن تعملها ببلاش، وخلي بالك ده هنا بيقول لك ممكن تعملها داونلود، وشكله كده بيع لك الديزاين ده بفلوس، او شكلها ممكن يكون مجانا الله اعلم. بيقول لك فانتاسيا زيرو، لو ده مجانا يبقى روعة، بس غالبا ده تم حطيت لك فيزا ده بفلوس، بس انت ممكن تقلده. يعني ممكن تاخد الحاجة دي جاهزة وتحط اللعبة. طيب انت شغال برمجة بس دي سعرها 300 دولار. لا انت هنقلده ما احسن يعني.
طب هنقفل دلوقتي بقى ونراكم في محاضرة قادمة بإذن الله، عشان كده طولنا جدا، عشان ما تزهقش وتجيلك ملل. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.